بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة وأمين عام حزب التجمع حزب العدالة والتنمية. De toute façon, il y a une osmose qui se السيد رئيس التجمع الوطني الأحرار، السيد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السادة الوزراء، السادة البرلمانيين، أيها الحضور الكريم، أعتقد أن المغرب بدأت تتبان وهاد الخطاب يعني إلا طولنا عليكم بزاف غتقولوا جينا نديروا هنايا، ولهذا تقال كثير من الأمور التي نشاركها، التي نتقاسمها، التي تذكرنا من حولها، وهناك يعني شبه إجماع حولها. أقول شبه الإجماع لأن هناك ما ليس عليه إجماع وهذا طبيعي كذلك. ولهذا لن أعود إلى هذا. أنا بغيت غير نتقاسم معكم واحد جوج أو ثلاثة ديال الأفكار. الأولى أولا، وهو أن هاد الحكومة وهاد الأغلبية هذه اللي تنعيش هاد الفترة ديالها يعني تجربة فريدة والكل كيعرفها، وتجربة صعبة، وتجربة اللي الكثير كان يراهن أنها لن تنجح، والحمد لله إلى يومنا هذا جوسكا بريزون بحال اللي تيقول السي عبد الإله نجحت. تيخص فعلا التحدي، وهو أن نبقاو مستمرين تنجح حتى نهايتها، لأن المغاربة ينتظرون هذا، وهذا بالطبع يتطلب منا أولا دائما أن يبقى العمل والجدية كما كانت، أن يبقى التشاور كما كان، أن يبقى نكران الذات في بعض الأحيان، وأن يبقى الانسجام داخل الأغلبية وداخل الحكومة. المسألة الثانية، وهو ان الحصيله ديال الحكومه، وماشي انا اللي غنهضر عليها، راه هضر عليها السيد رئيس الحكومه، وهضروا عليها واحد العدد ديال الساده رؤساء الاحزاب والبرلمانيين، الحصيله ايجابيه خلاف لما يكتب ويقال، ايجابيه. ولكن المواطن يعني راه يمكن لك تكون ايجابي 4 سنين ونص وسلبي 3 شهور الاخرى، ما غيعقل غير 3 شهور الاخرى، يقول لك راكم سلبيين. ولهذا يجب ان نحافظ على هذه الايجابيه وان نعزز هذه المكتسبات الى 2016 اللي هي كذلك مرحله جد مهمه، وهذا بامكاننا، وهناك القدره لكي نصل بهذه الاصلاحات الايجابيه ونعززها باصلاحات اخرى، نصل الى نهاية يعني المدة القانونية لهذه الحكومة ولهذه الأغلبية. عندنا تحدي آخر كأغلبية، لأن الناس غيبقاو كيحسبوا علينا داك الشيء، واخا يعني مشاركة فيه الأغلبية والمعارضة وجميع المواطنين، وهي إنجاح الانتخابات المقبلة اللي بعد شهرين، يعني لابد من إنجاحها ولابد من العمل كنواب كمستشارين كوزراء، أن نعمل على إنجاح هذه التجربة، لأن ربما نتحمل فيها مسؤولية أكثر من الغير لكون أننا في الحكومة وأننا ندبر. والحمد لله يعني إلى حد الساعة الأمور تسير، وهذه مناسبة نضم صوتي لمن أشاد بالعمل الذي يقوم به البرلمانيون للأغلبية في المجلسين، وأقول أن الحمد لله دزنا المرحلة الأولى، كيبقى المرحلة الثانية اللي تيخصنا كذلك أننا نتجندوا، لأن غادي تحسب علينا أو ضدنا. هنا تندوزوا هاد الشهرين تنشوفوا شنو هو اللي من بعد هاد الشهرين هادي، اللي من بعد هاد الشهرين أنا في نظري أن هناك في الأجندة ديال الحكومة وديال الأغلبية مازال بعض القضايا أساسية، بعض الملفات ربما لها حساسية، بعض الملفات ربما كنا كنخليوها تنضج، واش يعني صائب أو كنا نديرو بحال اللي تيديرو وحدين آخرين، أن الملفات الصعبة تتبدا فيهم في الأول باش كينساوهم الناس في الأخير، لكن باقي ملفات تيخصنا نتجندو لها كيفما كانت الحالة. كاين إصلاحات للسيد رئيس الحكومة الآن
يعني يعالجها، إصلاحات التقاعد، إصلاح إتمام إصلاح المقصة إلى غير ذلك. وكاين ما التزمنا به داخل الدستور وداخل البرنامج التشريعي للحكومة، هناك نصوص ومنها نص أساسي وهو القانون التنظيمي للأمازيغية. لا يعقل أن نبقى إلى تقريبا نهاية المرحلة، يجب أن نعالج هذا الملف، يجب أن نقوم بما يجب لهذا الملف كيفما كانت الصعوبات التي يمكن أن تواجه، لأن ملف أساسي، ملف جاء الدستور يعني وحد المعاليم، وما عندناش الحق أن نتأخروا فيها. المسألة الثانية اللي كذلك أعتقد والسيد رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية يؤمن بهذا لأن صرح بها وقالها، يعني مثلا مش يصير، وهو البرنامج التنموي للعالم القروي. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن نتحدث بأن أرانا نجمع الاديسيون، راها الوزارة ديال الشباب عندها 10 مليون في العالم القروي، الوزارة السكنة عندها 50 مليون كذا، ونقولوا راه تنصرفوا قدا وقدا في العالم القروي. هذا كاين صحيح ماشي كذوب، ولكن يجب أن يكون هذا في برنامج واضح، يجب أن تكون هناك نتائج ملموسة، يجب أن نعلم ماذا يقع في الدواوير والدواشر، يجب أن نعلم أن نحن الآن هنايا لما تناخذوا درهم او 10 دراهم تنعطيوها للصبي باش يمشي للحانوت، ان درهم راه كاين اللي كيحفر عليها النهار كله، الا طاحت له ما يدخلش لدارو حتى يلقاها. يجب ان نقوم بما هو واجب بالنسبه لهذا العالم القروي. واقترح بعد الانتخابات ان يكون لنا كذلك يوم دراسي كاغلبيه كبرلمانيين وكحكومه على هذه المواضيع، ونعطيوها الوقت الكافي ونتناقشوا فيها ونشوفوا كل الحيثيات، لان يجب كذلك ان نكون اوفياء لالتزاماتنا لما جاء به الدستور، وهذا في مقدرتنا واتمنى ان نقوم به. وشكرا لكم.